يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا علم يقين أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا الإخوان ما تنقراوش القرآن أو ليلة تنقراو تندوزوا به الوقت، ولا قاعلة بنا كذا تنحاولوا كيف واحد الجانب الناس تيحاولوا شوف كيف دار ليها، واو شتي داك الوقف كيف دار ليه، واي اي 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 اي. نعم أصبح الناس يجتهدون في القراءة وفي تحسين القراءة، ولكن ما بعد التحسين؟ نعم مطلوب أن تقرأ القرآن كما نزل وتجتهد في ذلك، لكن مطلوب وهو أولى من هذا أن تعيش مع القرآن، أن تتمثل أخلاق القرآن، أن تقرأ القرآن ويتأثر القلب. واعلموا قبل أن يحول الله بينك وبين قلبك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون في آخر المطاف، ستحشر والله ستقف بين يدي الله كيفما كنت، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يخشى أيها الأفاضل، يخشى أن يحال بيننا وبين قلوبنا، والله بئس النتيجة إن حال وأحيل بينك وبين قلبك. إذن فحياة القلوب حقيقة في لزوم النصوص، في التعبد لله بالنصوص، في عدم الحيدة على النصوص، في الاجتهاد، في لزوم هؤلاء السلف من الصحابة من التابعين من أتباع التابعين من الأئمة المتبوعين مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والبخاري وهكذا إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كيف ستكون أخي الكريم؟ كيف ستكون إذا أحيل بينك وبين قلبك؟ إذا قيل لك خذوا فخذوا ثم الجحيم صلوا، والله لن ينفعك شيء أخي الكريم. لذلك فهذه النصوص القرآن ومن سنة إنها تخاطبنا جميعا، كل بنفسه باسمه، حينما تقرأ هذه النصوص فهي تلزمنا جميعا. وبالتالي أخي الكريم ينبغي أن تكون صريحا مع نفسك وأن تحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا حمل. ستنزل إلى تلك الحفرة، وهي حفرة مظلمة، وهي حفرة يفتن فيها المؤمن. إن كان سعد، وما أدرك ما سعد رضي الله عنه،
الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه، ومع ذلك لم ينجو من ضمة القبر. ماذا سنقول نحن؟ بالله عليكم ماذا سنقول نحن؟ وما موقفنا نحن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الهادون.